بيشتغل بمهنته بليط، وحتى نفس اليوم اللي استشهد فيه بكى بيشتغل في البلاط، وروح يعني تقريبا مع وذان العصر، حتى انا مروح من الشغل فجبت له شغل يعني ورشي، وبرن عليه لو بكون مغلق، او رنيت على زوجته بتقول لي نايم، قلت له نايم مش مشكله، رديت رنيت عليه بعد ساعه برضه نايم، قمت قلت خلص بخلينا المغرب، رجعت المغرب ما لقيتوش في البيت، قلت لهم وين راح؟ كنا سمعنا عاد انه صار في اجتياح بجنين، برضه ما اهتمتش، قلت لما يروح ان شاء الله بشوفه. روحت صليت العشاء في الجامع، وانا مروح له اخوي بلتكي معاي بكل حاطه هيك تصاوب، فدشعت انا واخوي نزلنا على جنين، والوضع بعده يعني حام يعني مش يعني حتى يعني نزلنا من عند دوار السنه توصلت مستشفى الحكومه واحنا رشاد ونسارك من بين الصياط والناس تقولنا ارجعوا، بس انا اخوي متصاوب بعرف انه يعني حالته صعبه. ما وصلت المستشفى الا بيقولوا لنا على ابن سينا حولوا. كان ربنا يستر واحد من باب مستشفى الحكومه يوصلني لابن سينا انا واولاد عمامي. وصلت بالطوارئ وفتت ولقيته يعني الدكاتره قاعدين بيسعفوا بي ووضعه يعني ان شاء الله ربنا يرحمه ويرحم جميع الشهداء.